السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عندنا فتحات الكلين اوت اللي هي خط الصرف الرئيسي اللي يطلع من الفيلا بيروح لوين؟ للصرف الرئيسي او للبيارة. طبعا الكلين اوت يعمل يعني كل 7 متر 8 متر بهذا المتوسط، تكون من نفس الماسورة، تطلع ماسورة عادية من نفس ماسورة الصرف الرئيسي، قد تكون 6 بوصة قد تكون 8 بوصة على حسب سعة الحمامات ومساحة الفيلا. ولكن الشاهد في الموضوع انه في عندنا طريقتين لتفنيش الفتحات الكلين اوت، اما انك تحط بلاطة عادية تسكر عليها، انا زي هذه بلاطة عادية تسكر عليها تماما، تحط لها طبة على الفتحة وبعدين تسكر عليها بلاطة وتعمل عليها علامة عشان ترجع لها في المستقبل اذا انسدت او شيء، تشيل البلاطة وتسلكها. عندنا الطريقة الثانية تكون أفضل نوعا ما، تسوي لها زي الغطاء، زي هذا غطاء وتبلط عليه زي هذا، الغطاء يكون دبل ربر، هنا ربل وهنا ربل، يمنع خروج الروائح بشكل تام أو الحشرات. شخصيا أفضل هذه الطريقة لسهولة الفتح وما في أي تشويه، كما نلاحظ العكس، منظر جميل وإطار وشغل نظيف، وشكرا.